السلام عليكم. يلا شوان فينا هو جاد مجلس لا 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 أهم الأطوار هو أنه المطالبة ديال السيد الوكيل العام بجعل الجلسة سرية استنادا إلى المواثيق الدولية ذات الصلة اللي كتحمي الأطفال وكتعطيهم الحق باش يتقدموا بهذا الملتمس والمحكمة تأخذ به استحضارا للمصلحة الفضلى للطفل كدفاع للضحايا للمنع في ذلك، ولكن قلنا باش تقتصر غير فقط على المرحلة ديال البحث مع الطفلة القاصر على أساس أن تمتد باقي المحاكمات علنية والسماح لوسائل الإعلام بالحضور ومع استحضار قرينة البراءة لما فيه من مصلحة للرأي العام، لأن أصبحت قضية رأي عام هزت الرأي العام هذه القضية هذه، هذا هو الجديد. إذا الملف جاهز، ألا تعتقدون أنه غادي المحكمة؟ بالنسبة لنا احنا جاهز، ولكن دفاع المتهم وطلب مرة أخرى باش مهلة إضافية لإعداد الدفاع والتخبر مع الموكلين ديالو، وهذا حقه، والتقدير ديال جاهز الملف من غير جاهز كيرجع للقرار المحكمة.